لو عايزين نعمل صفحه جديده نشوف العملاء ويب سايت اد نيو ايتم ويب فورم كاستمر بيج سيلكت ماستر بيج اد ماستر بيج دي شاشه العملاء اروح اعمل كده ديزاين شاشه العملاء تيبل انسرت تيبل 3 و2 شاشه العملاء يا ريس دي اضغط ده كليك يمين موديفاي ميرج سيلز هل هيضيف عميل لا العملاء تضاف من بره من الابلكيشن هيشوف بنستخدم حاجه اسمها جريد فيو جريد فيو اهي اوتو فورمات اختار الشكل امرس ماشي هاجم انا هجربها ماشي شوف عايز اربطها بالداتابيز من هنا يا استاذ عبد الله نيو داتا سورس هتلاقي الكونكشن بقى موجود المفروض اوكي اهو مش تحتاج تعمل نيو تاني بقى نيكست ده جت دي شاشه مين يبقى تتعامل مع مين يا استاذ محمد مع الكاستمر من هنا بقى حضرتك انت في حتتك الحته دي لا براحتك اختار كاستمر نيكست مش محتاج تعمل ادفانسد جنريت انسيرت اوف ديليت لو محتاجها عشان احتاج الديليت تحذف عميل اوكي نيكست هنا اوردر باي لو عايز ترتب اوردر باي لو عايز ترتب لو عايز ترتب حسب الاسم النيم اهو اسندنج ولا ديسندنج تنازلي ولا تصاعدي ديسندنج يعني تنازلي اسندنج تصاعدي ديسندنج يعني تنازلي تنازلي يعني ايه من زد وانت نازل اسندنج من ايه وانت نازل وانت طالع يبقى اسندنج الفابيتك خلاص اوكي وير لو عايز تعمل شرط لو قلت حضرتك كده وير ايميل او فون يساوي مثلا فاليو هنا 010 كذا 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 يبقى هيجيب اللي تليفونه 010 بس ده تليفونه 010 مش عارف كذا 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 ده شرط شرط على التليفون خلاص بس احنا مش عايزينها نيكست تيست كويري هتلاقي جايب لك العملاء اللي عند حضرتك اهم اثنين مستر حسن وقاتم جرجس فينيش اهو انيبل بيجنج انيبل سورتنج انيبل اديتنج انيبل ديليتنج اديتنج لا انيبل سيلكشن اديتنج ما ينفعش لسه بنتكلم مع ما ينفعش تعدل مع احمد ما ينفعش اعدل صح ولا غلط ما تجيش انا اكون عامل باسورد كذا وتتعدله لي سيف محمد بيقول ممكن لو قللنا التيبل ده وعملنا ستايل ويتس 65% سي بص هي حذفه ازاي كليك يمين فيو ان براوزر يمكن ربنا يكرم لا الماستر بيج دي فيها حاجه الماستر بيج دي اللي بايظه احنا صممنا الماستر بيج غلط الماستر بيج لازم تجيب الناحيه دي طبعا هنا لو ظبطنا الويتس هنا وقلت 100% سيف ريفرش اهي بس تعالى الباقي هنا الماستر بيج دي فيها قصه كده اهو ده الاولانيه الراجل ده فين جون دويدي اهو الديفي بتاعته دي لما بتقفل هو
ولازم تحط فيها فعلا. هي في ديف غلط، بس يوم ما عملها اول مره مع الديفولت كانت صح، كان جايبها التيبل صح. هو ده المكان اللي فيه مشكلة. طب لو عملنا div style equal r right to left align text align left left ولا right right؟ هو السر left. سيف. ده عمل الداتا مش عمل الجريد ذات نفسها. هي ممكن تعمل كده هنضطر لو كده كاستمر. اول جريده كده دي اول سيل، لو قلنا السيل بتاعتها الويدث بتاعها اول عمود ده الويدث بتاعه 150 بي اكس، بس نقطتين هنا نزقه شويه. طب 400 زق. عارف انا عملت ايه؟ انا اتحيلت على الموقف على فكره. هو انا حطيت عمود هنا، العمود ده حجمه كام؟ حجمه 400، بس برضو ما احنا لسه في مشكله في الماستر بيج، يبقى نشوفها. بص بقى هنا عمل ايه؟ ده كده حطه زي ما انت شايف زرارين اهو، عايز تخليهم شكل زراير ديليت وسيلكت، تيجي هنا كده ايديت تمبلت او ايديت كولوم، ايديت كولوم كوماند فيلد بدل لينك خليهم بطن اوك سيف ريفرش. بص ودي كده كام في الميه؟ هي 100% ماشي. العمود التاني ده اهو الخليه التانيه ما تخليهاش 400 بقى، خليها 1000 اللي هي الخلايا اللي فيها الجريد ده، ممكن نكبرها شوية. بص لما بتكبر شايف بيعمل ايه؟ يعني على فكرة شايف، يعني هو متهيأ ان اخره هنا، واخد بالك؟ يبقى نشوفها. لا هو في دي في الماستر بيج يبقى نشوفها. بص هنا اهو لو حذفنا دلوقتي اتم ده كده ديليت اتحذف، لما نيجي في الابلكيشن هنا لوج اوت اتم 1 2 3 ساين ان قال لي خلاص مش موجود، انا حذفت من الويب بس سمع عينيا. هضطر اخش بقى بمستر حسن اليوزر نيم بتاعه والباسورد 1 2 3 تمام. دي كده عرض بس، نفس الكلام للريسرفيشن، نفس الكلام لايه؟ اي حاجه تعرض، اي حاجه تعرض. طيب هي الطريقه دي تنفع كده ان انت تقعد ايه وزر تك 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 وتخلص وتشتغل عادي جدا. احنا كنا الحاجه الوحيده اللي بتاعت البرمجه هي مين؟ الصوره. تعال بقى نفتح الفاير بيز. كوبي
كار سنتر. حلو، جيت ستارتد. والبروجكت بتاعنا فين؟ طب انا شغال بال مش كان عندنا بروجكت؟ مش هو ده؟ هو مرفوع هنا. اد بروجكت ازاي؟ ما احنا رافعين واحد، مش احنا رافعين واحد؟ ايوه وشغالين مش بنفس الايميل ده؟ كار سنتر 2020. اصل اد بروجكت ازاي؟ لا طبعا كار ايه؟ ماشي كريت. لا ده احنا لازم نكريت على نفس البروجكت عشان يبقى نفس المكان بتاع الصورة. طبعا دي ويب اهي، بس انا كده بكريت بروجكت جديد وده غلط. جوميا تقفل يا عم. فين جوميا؟ فين جوميا ده؟ هي الداتابيس فين؟ افتح كده ده كده. كنا عاملين ابلكيشن ادمن احنا صح؟ اقول لك احنا نفتح ازاي بقى، مغلبين نفسنا ليه؟ نخش على الدي. فين كورس 11؟ ادمن كار سنتر اب جوجل سيرفيس اديت ويز نوت باد بلس كار سنتر. نخش عليه كده على الفاير بيز، هاتوا كوبي. طيب وفين كار سنتر هنا كمان يعني؟ شاء الله عظيم. هذه طلب تسجيل دخول، نخش بده. دخلت بجوميا انا كده، نخش على الفاير بيز اهو. ما هو بص
مش على مش على مش على جوميا. مش على جوميا يا ريس. اما البروجرامنج دي بقى نصمم شاشه تمام وتبرمجها نعمل بتاع الطيب عشان الطيب فيها مفتاح خارجي ازاي اتعامل معاه. فاكر ازاي اتعامل نعرض الاسم ونسجل رقم في الاندرويد هنعملها برضو فيه ومع رفع الصوره بقى بس ارفع الصوره حته تسجيل صوره في الفاير بيس دي من السيكوال سيرفر للسي شارب طوب الارض بيعملها وموجوده بس احنا مشكلتنا احنا عايزين نتعامل مع الفاير بيس عشان اسرع. هنجربها دي بقى ان شاء الله.